Félicitations. كنبغي نهني جميع مكونات فريق الرجاء البيضاوي، كنبغي نهني الشعب الرجاوي، الجماهير ديالنا اللي كانت مسانده لنا في جميع المباريات في العام كامل. فالحمد لله المجهودات ما مشاتش خاويه، الحمد لله هذا الشيء عطى الثمار ديالو، والحمد لله ملي كنشوفوا الناس كاملين فرحانين هذاك سي ان بليزير بالنسبه لنا. كنتمنى ان شاء الله نزيدوا نفرحوهم ونفرحوا ان شاء الله المغاربه بصفه عامه في المسابقات الخارجيه. وبهذه المناسبه كنبغي نتمنى ان شاء الله نزيدوا نحققوا نتائج اللي تخلي زعما الشعب المغربي يكون ديما فرحان بينا وفخورين بينا ان شاء الله. الحمد لله شعور لا يوصف، لحقاش هذه البطوله هذه تكرفسنا شويه عليها منذ بدايه الموسم. كيف كتشوف هذه سنه تقريبا او اكثر باش سالينا هاد البطولة هادي من بعد ما كان توقف ديال الوباء كوفيد 19. كان الحمد لله توجنا باللقب رغم ان كان بزاف الضغوطات، وكيف شاف يعني المغرب كامل ولا المتبعين ديال الكرة المغربية كاملين ان فريق الرجاء البيضاوي كيتوج في اخر لحظات، فهو عنده طعم خاص. الحمد لله حسن بانك كنتي تفوز من بعد ثلاثة ديال المقابلات او يكون مقابلة الاخرى استعراضية. الحمد لله هي فرحتين، نتمنى بالله ان شاء الله باش نساو هذه المقابلة ونكملوا المسار ديالنا اللي سطرناه مع الجماهير ديالنا ولا المسؤولين ديالنا ان شاء الله. تنبغيو نهديو هذا اللقب ديالنا للجمهور ديالنا الغالي، ميدالية مستحقة عن جدارة واستحقاق، لان تعبنا عليها وواجهنا جميع الصعوبات بالتلاحم ديالنا بجميع مكونات ديال النادي. حقنا هذا اللقب اللي غالي، حنا حقنا القاب كلاعبين، الان حقنا هذا اللقب كمسؤولين على الاطار التقني مع جميع المكونات ديال النادي. هذا شرف لنا. كما قلت انا دخلت لهذا الملعب وانا عندي 13 سنه كجامع كرات الان، فهذا حلم ديال واحد الطفل اللي استطاع انه يوصل كمدرب كلاعب دولي كلاعب فريق كبير اللي كان يحبه منذ الصغار، واستطاع الان انه يحقق هذا اللقب. تنتمنى اننا نقدموا واحد المثال لوليدات الصغار اللي تا هما تيحلموا واحد النهار انهم يصبحوا ابطال، لا بحال يوسف السفري، لا بحال هشام ابو شروان، لا بحال جميع اللاعبين اللي تالقوا في الرجاء ومشاو احترفوا ولعبوا في المنتخب وحققوا القاب. تنتمنى ان شاء الله مسيره موفقه لجميع مكونات الرجاء وديما رجاء. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.